ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى وفي عليين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا يا ربنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وكن بنا برا رؤوفا محسنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنثا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي الجنة رفيقا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته مع التدبر والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحبه وترضاه عنا اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بارك لنا في شهرنا هذا واجعلنا فيه يا ربنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وسيئ الأسقام اللهم اشف كل من ابتليته من المسلمين بهذا الوباء اشفهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما فإنه يا رب لا شفاء إلا شفاؤك ولا عافية إلا عافيتك اشفهم يا رب
لنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا وعاف أهلينا من هذا الوباء، وفضه يا ربي بالخير علينا. اللهم اجعل لنا من الخير والبركة أضعاف أضعاف ما نزل علينا من. اللهم هب لنا من لدنك رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفعنا. اللهم إنا نسألك خيرا في كل شيء، ونعوذ بك ربنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا يا ربنا وثقل موازيننا، وارفع درجاتنا، وكن بنا برا رؤوفا محسنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنفا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، وفي الجنة رفيقا، وفي القيامة شفيعا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته مع التدبر والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي تحبه وترضاه عنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، واجعلنا فيه يا ربنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن
أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وسيئ الأسقام. اللهم اشف كل من ابتليته من المسلمين بهذا الوباء, اشفهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما, فإنه يا رب لا شفاء إلا شفاؤك ولا عافية إلا عافيتك. اشفهم يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا وعاف أهلينا من هذا الوباء وفضه يا ربي بالخير علينا. اللهم اجعل لنا من الخير والبركة أضعاف أضعاف ما نزل علينا من. اللهم هب لنا من لدنك رشدا واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفعنا. اللهم إنا نسألك خيرا في كل شيء ونعوذ بك ربنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة, نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.